بسم الله الرحمن الرحيم، به نستعين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. كل عام أنتم جميعا بخير. بنتكلم عن موضوع مهم وحيوي في قانون الإثبات، اللي هي شروط الواقعة محل الإثبات. قانون الإثبات بداية لازم احنا نشير انه فرع مهم جدا من فروع القانون الخاص، ولازم ان كل محامي يلم بيه ويعرف احكامه، لان القاضي بيطبق احكام قانون الاثبات في كل نزاع بيعرض عليه حتى لو اختلفت القوانين التانية. يعني ممكن يطبق قانون العمل مع الاثبات، قانون الاحوال الشخصية مع الاثبات، المدني مع الاثبات، التجاري، المساكن، في كل دعوة لازم ان بيطبق قواعد القانون ده. وكل ما قدرنا ان احنا نكون ملمين بالقانون ده كلنا بيسهل اثبات حقنا اكتر، ونقدر ان احنا نوصل له. وقضايا كتير بتخسر لان صاحب الحق معرفش ان هو يثبت حقه ويقنع القاضي ان الحق موجود فين، او ازاي ان انا اثبته، او لجأ لوسيلة مش هي الوسيلة اللي القانون قال عليها. في شروط في الواقعة محل الاثبات. يعني لو انت بتطالب اثبات واقعة معينة عشان تثبت حقك في الدعوة، في شروط معينة القانون اتطلبها في الواقعة دي، اللي هي نصت عليها المادة من اثبات. قالت ايه؟ يجب ان تكون الواقعة محل الاثبات متعلقة بالنزاع ومنتجة فيه وجائز اثباتها. دول ثلاث شروط. الفقه اضاف شرط رابع انه قال ان الواقعة تكون ايجابية، لان ازاي حسبت النفي؟ ازاي حسبت ان انا ذمتي بريئه؟ انا ما خدتش منه، ما فيش واحد شاهد موجود مع واحد تاني 24 ساعه عشان يقدر يثبت الحاجه السلبيه دي. لكن الشروط اللي هي القانون صراحه نص عليها، اللي هي شروط الواقعه محل الاثبات، ان تكون متعلقه بالنزاع منتجه فيه وجائز اثباتها. طيب ايه هي الشروط دي؟ ان تكون الواقعه متعلقه بالنزاع، يعني النزاع اللي انا بطرحه قدام القاضي لازم يكون طلبي لإثبات الواقعة متعلق بالنزاع ده. مش هروح أثبت واقعة تانية خارج عن النزاع بتاعي عشان أوصل لحقي، لا، لازم تكون حاجة متعلقة بيه. لما أنا رافع دعوة بطلب تعويض، لازم أثبت الواقعة اللي أنا بستند ليها، مش هروح أثبت واقعة تانية خالص بعيد عنها، ثبوتها أو عدم ثبوتها مش متعلق بالنزاع، فمش هيأثر. لازم تكون الواقعة متعلقة بالنزاع. ممكن احنا بنطلب اثبات الواقعه نفسها، وواقعه اللي هي محل التعويض هنا دي مش متعلقه بالنزاع بس، لا، دي هنا هي اساس النزاع نفسه، فيعتبر التعلق كامل لان هي تعتبر هي نفسها الواقعه. لازم تكون الواقعه منتجه فيه. يعني ايه منتجه فيه؟ يعني ثبوتها هيؤدي لنتيجه ايجابيه، هيؤثر في اقتناع القاضي، هيخلي القاضي يقتنع ويحكم لي. لازم تكون واقعه منتجه. هل القاضي لما هيثبت الحاجه دي ده هيفيد؟ لازم تكون منتجه فتحقق نتيجه ايجابيه تؤدي لثبوت حقي. ده الشرط الثاني. الشرط الثالث ان يكون جائز اثباتها، يعني يكون اثباتها مشروع، وده برضو شرط مهم. المعاملات الغير المشروعه، ديون الامار، الحاجات دي كلها لو هي مخالفه للنظام العام يبقى ازاي انا حجيز اثباتها؟ والوسيله كمان نفسها لازم ان هي تكون مشروعه. في حكم نقض شهير صدر من محكمه النقض سنه 55، كانت واقعه طريفه. كان واحد رفع قضيه ضد خصمه وطلب من المحكمه اللجوء للبشعه عشان يثبت حقه. المحكمه رفضت المدعي ده، طعن في الحكم بالنقض. محكمة النقض أرست مبدأ وقالت إن اللجوء للبشعة، ودي عبارة عن قطعة من الجمر البدو بيستعملوها، بتتحط بسرعة على لسان الشخص المدعى عليه، لو ما أحدثتش أثر في لسانه يبقى هو صادق، ولو أحدثت أثر مكان اللسعة يبقى هنا هو كذاب، ويبقى المدعي بيجاب لطلبه. فطبعا أسلوب من الأساليب البدائية، وانتقل للبدو موجود. فمحكمة النقض رفضت الكلام ده، قالت لا، طرق الإثبات محددة في القانون على سبيل الحصر، ومعروف ان طرق الإثبات نفسها
يجوز الخصوم ان احنا نلجا لطريق من غير من دون طريق، لكن اجراءات الاثبات نفسها متعلقه بالنظام العام، ما اقدرش افرض على المحكمه اجراءات غير المنصوص عليها. فمحكمه النقض هنا في الـ في الـ في الجزئيه دي اعتبرت ان الوسيله دي فيها الحاق ضرر باحد المتقاضين، لان انت بتعرضه للخطر، انت بتحرقه عشان تثبت، فده بتأباء العداله، ورفضت، قالت لا، هي طرق يعني الاثبات اللي هي محدده، ما ينفعش ان احنا ايه نلجا لحاجه غير كده. الشروط دي بتفيد في ايه؟ الشروط دي بتفيد ان لو انت طلبت من القاضي ان انت تثبت وقعه معينه واحد من الشروط دي تخلفت، يبقى طلبك انت هيترفض. والمحكمة هنا ليها السلطة التقديرية، لكن برضو هنا المسألة دي مسألة قانونية يخالطها واقع، لازم انت تتمسك قدام المحكمة، ومن حقك انت تطعن بالنقض لو اثبت ان الشرط اللي المحكمة قالت انه مش موجود لا ده موجود، لو المحكمة قالت الواقعة دي غير منتجة لا دي منتجة، فمن حقك ان انت تطعن بالنقض بناء على كده. في نقطة تانية مهمة برضو بنحب نوضحها بالنسبة لإعداد الدليل. قانون الإثبات نص إن بيسري على الأدلة القانون الساري وقت إعدادها، يعني القانون حدد نصاب معين للإثبات بشهادة الشهود، أقل من 1000 جنيه، 1000 جنيه فأقل، أكتر لا يثبت إلا بالكتاب. النصاب ده زي ما هو معروف اتعدل من سنة 2007 بقانون 76/2007 وساري لغاية دلوقتي. من 2007 لغاية دلوقتي يفترض لو انت بتعد دليل معين بدين بيسري عليك قانون اللي بيحكمه وقت اعداده، يعني لو اتعدل الشهر الجاي والنصاب ارتفع ما ينفعش ان انا ألجأ لشهادة الشهود ان النصاب بدل 1000 بقى 2000 وان المبلغ بتاعي مثلا 1500، لا، وقت انت ما بتعد الدليل بيسري عليه القانون اللي هو ساري وقت اعداده. النقطة التالتة والأخيرة اللي نحب ننبه ليها ان عملية الإثبات فيها ناحية تقديرية للمحكمة وبتعمل سلطتها التقديرية، وممكن المحكمة تبقى المادة 9 إثبات تستجيب ليك وتؤمر باللجوء لطريق معين من طرق الإثبات وتبيح لك ان انت تلجأ له، وبعد كده بتعدل عن الإجراء ده. القانون هنا أجاز ليها العدول أو إن هي تكون أمرت بالإجراء وما تاخدش بنتيجته دي ناحية تقديرية للمحكمة، لكن لو عدلت هي بتسبب. فدي النقطة اللي احنا يجب إن احنا ننوه ليها عشان برضو إن احنا نراعيها في القضايا بتاعتنا، وربنا يوفقكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.